شنو شنش؟ على طول ور الورد انا خلاص انا الحويده علاش علاش تحل الورد خلينا نشم الورد اش بقى حي على البقاله تاع الناس بقاله كيفاش كون هاي ناهر نشم الورد اسين خلينا نشم هاي عمل ناس حمي خلاص انا عمل الحويده واخا ضرب لي التصويره ونهبط هبط اصاحبي انا ما كنصورش غير هاد الواش انا قبل تراك جبتي لينا المشاكل سيد مول داكشي قال لي تما خدام واخا ضرب لي التصويره كنخلصوك وكنديروا سميتو هاد الشوكه دير خدمتك انا قاعد ورا الجرده ديال المخزن ديما نجيو ولا غادي نوض لهنا دير هبط اصاحبي ديما كتجي قطع وريضات عمرك درتي معايا بحال ما عمرك درتي معايا بحال ما ديما تنتصور هنا عمرك ما درتي معايا بحال ما علاش قطع وريضات ها علاش بالكشري دوز مع الحل هذا صحيبي راه تنعرفو ديما هنا الصباح حتى سي فين كنعرفك ما كتصاحبي فين اش من صحيبي واخا صورنا انا بعد واش بغيتي الفلوس هاي سيدي جيب حالي واش بغيتي ما خصني الشام عليو وانت ناسك وانت سمع واش كتعرف ما كنعرفكش شخفتي منو وانت كيفاش شخفتي منو كيفاش شخفتي منو صورني صافي سير حي الله يسر عليك زيد بدل ساعه اخرى اخويا انا كنمنوع هنا في فاس ما انا في اي مدينه في المغرب ثالثه واش شفت الورد اصاحبي واش تزحمق ولا ما هذا راه تيبيعو راه تيبيعو يلاه كان كيبيع اسمح لي ها كيبيعو هذا واش من منت واش هذا راه كيدير التيب على هادي راه كيبيع يلاه باع لي كنت مريح انا ليه وباع لي هادي فين ساكن اجي انت ما تهضرش معايا علاش ما تهضرش معايا هضر معايا قدام السيد اللي كتعنق فيا وتقول لي خفتي منه علاش وا صاحبي شي دابا وا سير عطيني ابتساعه هاد النهار راه ما كنعرف حد دابا الهضره ديالك انت قلتي كيبيع عليك وانت قلتي دابا شكون انت دابا شكون انت دابا انت اللي جيتي انا ولد الدرب انا ولد الدرب انا حنا اللي مخدمين هاد السيد وكنخلصوه سول هذا وقول سول هذا قول لي شكون انا هذا سولو قول لي شكون انا شكون هو هذا يلا هذا هو اللي مكلف بكل شيء هذا ديالو هذا الشيء هذا ديالو اه ديالو شوف الله يرحم والديك تصنت لي خليها تصنت لي الله شوف الله يستر عليك بلا فهم شوف راني نخسر لك كلشي ديالك تصنت لي انت دابا كتسطاو عليا بدون قانون اصلا اش من بدون قانون نهار لي 10 دراهم اللي عطيتك في هذا الورد هنا نهار لي 10 دراهم اشوف البوليس والله تنجروا معاه راه خد معدي 10 دراهم وصاحبي 10 دراهم سير الله ونور قال 10 دراهم تجي تحط عليا الباطل سير الله ونور الورد ديالو عطيه فلوسه عطيه الورده ديالو عطيه فلوسه صافي ونشوف حالاتنا حنا عطينا فلوس عطيه فلوسه فين بعد هذاك اجي جيب لي هذاك هذاك اللي عايرني بعد هذا غادي ندعيه هو الاول جيب لي هذا اجي هذا غادي ندعيه هنا لا لا خليك عارف واش انت اجي انت واش انت معاهم اجي الله ماشي معاهم اجي قلت لك صافي الله يرحم بوك سيف صافي الله يستر عليك سالينا صافي سعدت لكم يسير باش ندوز لك الشعيب ها هو هكا سعدت لكم دوي وين سعدت لكم يسير اه متهجمين عليا واحد الجوج تيقول لك بيع علينا الورد كيبيع علينا الورد الشريف لا 10 دراهم الشاف راه كاينين الناس صافي تسالها ليا تنشوف اش هذا خويا عطيني 10 دراهم راه خدا لي هذا راه ملي كان بغا يضربني راه خدا طاح لي الصرف انا راه خدا خرج الله يرضي عليك انت خرج له خرج عليا لا ما تغوتش عليا ما تغوتش عليا اش تصنت خرج لي صلات على النبي خرج لي خرج لي والله ما معنا والله ما تطلع شعيب تخلي الورد تطلق صاحبي تطلق شعيب تطلق راه غنطيح راه غنطيح والله حتى تنطيح والله تطلق راه غنطيح لك حيد حيد تطلق راه غنطيح لك والله حتى تنطيح تطلق راه مريض راه مريض عنده القلب ترى كنطيح والله حتى تنطيح راه مريض تطلق ازاي تطلق عنده القلب تطلق 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 ازاي تطلق انا ما عطيتونيش غنقطع وحده انا ديالي الناس ديالي نزيدك عليه راه مشي قطع انا خلي اعطينا 10 دراهم ديالي 50 بحال هكا ما تخافش انا مشكل الله يرضى عليك ما تخافش انا مشكل اشتري الله يرضى عليك دخل دخل الله يرضى عليك ضربني مقاسه ضربني مقاسه عطاه الصح ضربني مقاسه عيط البوليس ضربني مقاسه ما غيهربش ما غيهربش حدام صافي هذه الكاميرا الخفيه لا شعيبات